الطقس الآن، وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية يتوقع تساقط أمطار، تكون أحيانا رعدية مرفوقة بتساقط حبات البرد، تخص كلا من ولايات بسكرة، باتنا، خنشلات، بسة، أم البواقي، ميلا، قسنطينة، قلمة، سكهرة، صحنبة والطارف، وهذا ابتداء من الثالثة مساء إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غدا. تساقط الأمطار يشمل أيضا ولايات وهران، مستغانم، شلف، تيبازا، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزول، بويرة، المدية، عين الدفلات، سمسيل، غليزان، معسكر، تيارت، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة التاسعة إلى منتصف نهار الغد بحول الله.